ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيعجبكم جدا. النهارده هنعمل تشيكن برجر. بس قبل ما اقول لكم على الخطوات، انا اسمي رشا جابر ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا على طول اعملوا لايك واشتراك في القناه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا نص كيلو صدور فراخ مفرومه، ومعانا التوابل معلقه بابريكا ومعلقه بصل بودره ومعلقه ثوم بودره وفلفل اسود ومعلقه جنزبيل ورشه ملح، ومعانا فصين ثوم هنفرمهم كويس جدا. وبعد كده معانا عودين زعتر هنفركهم كده بايدينا، بيدوا طعم حلو قوي للبرجر. هنفرفطه بالشكل ده. ومعانا معلقتين بقسماط، ومعانا خلطة البرجر تدي طعم جميل جدا للبرجر. انا بستعملها على برجر الفراخ وبستعملها على برجر اللحمه. هخلط بقى المكونات بايدي كويس جدا. ده شكلها بعد ما خلطت المكونات. انا بقى هبدا اشكل البرجر. انا عندي المكبس ده بتاع البرجر. الاول كنت بستعمل الغطا اللي انا وريته لكم ده. اول حاجه انا بحط فيها اي كيس عندنا، كيس سندوتشات او كيس فرش او اي حاجه عندنا. انا نسيت ان احط كيسه على الوش فلزقت مني، بس هحط كيسه على الوش وهضغط عليها تاني. المقادير كلها انا هسيبها لكم في صندوق الوصف. هو ده شكل البرجر بكل سهوله. هو ده شكل البرجر. هنعمل واحده كمان عشان تشوفوها. حط ورقه فرش، وبعد كده بحط البرجر، وبعدين بحط كيس الفرش تاني عشان ملزقش. تمام كده، ده شكله بعد ما عملت الكمية اللي عندي. نص كيلو تقريبا بيعمل 10 وحدات. في بقى ملحوظة هنا لو انت عايزة تشويها كده اشويه، يعني ممكن تشويه بالطريقة دي، او انا هعمل له طبقة زي طبقة البانيه. هجيب بضاية وعليها نص كوباية لبن وملح وفلفل اسود وهضربهم كويس، وعندي بقسماط ودقيق وكورن فليكس مطحون، واحط برده رشه ملح وفلفل اسود. وبعد كده هعمل زي ما بعمل في البانيه، في صدور البانيه هحط في السائل الاول، وبعد كده في الدقيق، وارجع احط في السائل تاني واحط في الدقيق، اديله طبقتين. تمام. وبعد كده برصه عندي وبسيبه يرتاح شويه. انا لما تعملي اي حاجه هتتقلى وفيها بقسماط وبيض لازم سيبيها على الاقل ترتاح ربع ساعه. البرجر شكلها جميل، وطبعا احنا طبعا عاملينها بايدينا وعارفين كل المكونات. ما فيهاش لحوم مصنعه، ما فيهاش فول صويا، ما فيهاش الحاجات اللي احنا بنجيبها من الاسواق دي. طبعا دي مضمونه عشان خاطر ولادنا. بس انا هعمل بقى اخلص كميه اللي عندي بالطريقه دي وهرجع لكم. هنسيب البرجر يرتاح شويه. دلوقتي هنحضر صوص البرجر. عندنا معلقتين مستردة كبار وخمس معالق كاتشب ومعلقتين مايونيز، هنحطهم على بعض ونقلبهم. وعندي خيار مخلل هقطعه مكعبات صغيرة وهضيفه عليه، بيديله تيست عالي قوي. اهو نازلة بالمايونيز. وبعد كده هقلب، هنزل بالخيار الاول معلش. وبعد كده هقلب ويبقى الصوص عندي جاهز. يلا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. قطعت الخضار اللي هحطه على البرجر، والبصل بقطعه ترانشات وبنقعه في ميه بتلج عشان الطعم اللاذع اللي في البصل يروح. دلوقتي احنا هنقلي البرجر. بننزل البرجر في زيت مش سخن قوي عشان ما الطبقه اللي هي طبقه البقسماط اللي بره ما تتحرقش ويفضل البرجر من جوه ني. انا اول ما ابدا ان هو يمسك نفسه من تحت كده او الطبقه اللي تحت تنشف، بلفه الناحية التانية وارجع الفه تاني على الوش ده لغاية لما اتأكد ان هو استوى واخد اللون المحمر ده. بصي ما اتحرقش مننا، بيفضل لونه كده لما ننزله في زيت مش سخن قوي. يلا هنزل بباقي الكمية وهحمره وارجع لكم. دلوقتي بقى انا هعمل الصوص بتاع شيدر. بنزل بمعلقتين زبده ومعلقه دقيق،
وبعد كده بقلبهم زي البشاميل كده، بقلبهم لحد لما اشم ريحه الدقيق، تقليبه كده بسرعه لحد لما اشم ريحه الدقيق، يكون الدقيق كده استوى. ده بيبقى شكله. بنزل بكوبايه لبن وبقلب ده وبقى كل الدقيق ده كده في اللبن، وبعد كده هنزل بشرايح الشيدر اللي عندي، شيدر بقى صفراء او شيدر حمراء الموجود عندك بتحطيه لغايه لما تسيح، ويبقى كده الصوص بتاعي جاهز وخطير خطير خطير. بيعمل ساندوتش بيوديكي في مكان تاني كده بالظبط. هحط بس رشه ملح ورشه فلفل اسود كده على الصوص عشان اظبط الطعم كده بس. الصوص بتاعنا وده بيبقى قوام الصوص ولونه جميل. يلا بينا دلوقتي احنا هنرص الساندوتش. انا بحب احمص الساندوتش كده في القلايه تمام، والخضار اللي عندي برضو بديله تشويحه على النار. اول حاجه بعملها اللي هي طبقه الصوص بتاع البرجر، وبعد كده بنزل بالكابوتشي اللي عندي او الخاص اللي عندي، وبعد كده بحط شريحه طماطم بس انا شوياها اهي، وبعد كده بحط البرجر بتاعي، وبعد كده بحط على البرجر صوص الجبنه اللي احنا عملناه تمام بالشكل ده. ونحاول نجيب الطبقات اللي احنا بنحطها كده على الحرف عشان تبان لما تقفل الساندوتش يبقى اللي بياكل شايف كل الطبقات هو بياكل ايه. دلوقتي هننزل بشرايح الفلفل الرومي والبصل بتاعنا تمام. والغطا بتاع الساندوتش بقى ده انا برضو هدهنه صوص البرجر تمام. ساندوتش يبقى جاهز وطعمه خطير خطير تمام. هعمل لكم واحد تاني. ده كده شكل السندوتشات بتاعتنا. حمرنا جنبها بطاطس وحطينا على البطاطس برضو صوص الشيدر. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.